في زمن التعايش مع فيروس كورونا تظهر الحاجة لحلول أسرع وأقل تكلفة لمواجهة الفيروس. الفحص المنزلي أو فحص كورونا السريع أو الرابيد تيست بدأ بالانتشار منذ مارس 2021، وهو إجراء يعمل عن طريق الأنف تماماً كفحص PCR. يوضح الفحص الشخصي المنزلي ما إذا كان الشخص ناقلاً للعدوى حتى بدون الشعور بأعراض، وتزداد دقته في اليوم الخامس من مخالطة أحد المصابين. يكشف الاختبار الأجسام المضادة التي ينتجها فيروس كورونا في الجسم، والتي تكون محددة بصبغة يمكن قياس كميتها ومن ثم تحديد الإصابة من عدمها في أقل من 20 دقيقة. بدأ الاعتماد على الفحص المنزلي بصورة كبيرة في دول أوروبا وأستراليا لقلة تكلفته مقارنة بالفحص التقليدي. رغم ذلك لا يزال الفحص المنزلي أقل دقة من فحص PCR، ولكن يتوقع الباحثون زيادة فعاليته خلال العام الجاري.